أهلاً ومرحباً بكم في أكاديمية نجد باليواس. سنرى اليوم كيفية ضبط الأسعار على هوتيل رانر. في هوتيل رانر انقر على التقويم ثم التحديث الشامل. على اليسار انقر على تعديل الأسعار. اختر النطاقات الزمنية. يمكنك إضافة نطاقات زمنية أخرى. اختر الأيام. في المربع اختر زيادة أو نقصان. اختر العدد أو النسبة المئوية. أدخل الثمن لكل غرفة. حدد القنوات. لإنهاء انقر على تحديث. أكد بالنقر مرة أخرى على تحديث. شكراً لمشاهدة فيديو أكاديمية HWS.